Pronto. Salando, poi il sostituto. Captain Hassan Hamdi كان البديل. Trabalhei com ele durante 8 anos. اشتغلت معاه لمدة 8 سنين. 5 meses mais ou menos como vice-presidente. خمس شهور تقريبا كنائب رئيس في الأول. بعد كده كان هو رئيس النادي لغاية الآخر المدة. في كل السنين اللي مرنت فيها النادي الأهلي. دايما كان علاقتنا كويسة. كان ساعات بس بيبقى في الشوك بين الشخصيات القوية بس مش أكتر من كده. دايما كنا بنكمل نكون نحترم بعض. واحد كل واحد يحترم الثاني. ما كانش عندنا مشاكل كبيرة أبدا. فهو رئيس النادي اللي حصل على أكبر بطولات في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ مصر. فدوت بيجاوب ليه عن حجم قدراته وحجم إمكانياته. أوكي. أوكي.